بحضرة المحبوب أحمد رسول الله. الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. حانت لحظة مغادرة حجاج القرعة المدينة المنورة بعد 5 أيام من الأجواء الروحانية قضاها الحجاج في رحاب رسول الله، يصلون في مسجده ويزورون قبره الشريف، حيث تتواصل عمليات تفويج من انتهت مدة إقامتهم إلى مكة المكرمة مع بشائر الصباح تمهيدا لأداء مناسك الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. التفويج يتم في حافلات مجهزة وذات مواصفات متميزة، حرصا على راحتهم أثناء الرحلة من المدينة لمكة، ومجهزة بجي بي اس لمتابعة خط سيرها على طول الطريق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الفندق بسم الله ما شاء الله كويس تمام، والحجاج كلها مبسوطة والحمد لله، في راحة ويسر وسهولة والحمد لله. فرحانة والله، فرحانة ان انا راحة اقضي الفريضة ولأول مرة، يعني ما عملتش عمرة قبل كده ولا حاجة، لأول مرة. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. تبدأ خطة تفويج الحجاج بقيام ضباط بعثة حج القرعة في فنادق المدينة الخاصة بحجاج القرعة، بإخطار الحجاج بموعد رحلاتهم إلى مكة المكرمة وتجميع حقائبهم قبل الرحلة بوقت كاف، في مشهد يعكس دقة التنظيم والحرص على راحة الحجاج في تنقلاتهم لأداء المناسك. في ضابط موجود ومباشر أوضاعنا كلها، واللي عنده أي معلومة مش واضحة قدامه بيروح له بيوضحها. الكشوفات متعلقة من امبارح، والمواعيد متحددة ان الشنط هتنزل الاول عشان تسافر قبلنا، واحنا الكشوفات كل واحد عرف الاوتوبيس بتاعه رقمه كام. يعني انا عارف او امبارح مثلا ان انا اوتوبيس 4 ورايح فين وطريقي فين. شكرا على حسن خدمة الفندق وخدمة البلد، وعودا ان شاء الله عشمنا في الله في الميعاد ان شاء الله، ويتقبل اعمالنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وقد أبدى الحجاج ارتياحا كبيرا بعد استمتاعهم بالإقامة بالمدينة المنورة على بعد خطوات من الحرم النبوي، في ضوء الخدمات المقدمة لهم من قبل ضباط بعثة حج القرعة، خاصة ما يتعلق بتسهيل زيارتهم إلى الروضة الشريفة والصلاة بها، وهو ما بدا واضحا في أحاديثهم. حجز المشرفين للروضة وجمعنا إن شاء الله في المسجد النبوي عند باب 37. المندوب خدنا ودخلنا من الساعة 1، وأنا صليت بتواصل وادعي، أتواصل في الدعاء والصلاة وادعي. متعة جميلة وأحلى حاجة، والبعثة بصراحة شايفة كل حاجة تمام. تحرص بعثة حج القرعة على تقديم خدمات مميزة لحجاجها منذ لحظة وصولهم إلى المدينة المنورة وطوال مدة إقامتهم وحتى المغادرة إلى مكة المكرمة، وهناك تتواصل الخدمات للتيسير عليهم في أداء المناسك.